هذا الفيديو سوف يغير نظرتك للحياة يا عزيزي. هذا الفيديو يبين مجموعة من الأطفال جالسين يلعبون ويتأملون الطيارات التي تطير في السماء، وكانوا يتمنون لو يرونها عن قرب. الأطفال كانوا يعيشون في قرية فقيرة، ولكنهم كانوا أذكياء. وبلحظة قال لهم هذا الطفل: ما رأيكم إذا جعلت لكم الطيارة تأتي إلى هنا؟ طلب منهم أن يحضروا العربة والعدة لكي ينظفوا مكانا لهبوط الطائرة، ورفعوا منارة صغيرة وجهزوا كامل الأمور، وظلوا جالسين ينتظرون الطائرة. وفجأة مرت الطائرة وقام أحدهم وقال لهم أنها قادمة ليتجهزوا، وأصبحوا ينادوا على الطائرة: نحن هنا في الأسفل، انظروا إلينا. لكن لا فائدة. وبيوم كان عندهم حفلة صغيرة، وهنا خطر ببال الطفل أن يستعمل بعضا من الأضواء لكي يلفت انتباه الطائرة، وبالفعل فعلوا ذلك، لكن أيضا دون فائدة، لم تأتي الطائرة. لكن هناك أحد الطيارين انتبه إليهم في اليوم الماضي وأراد أن يحقق أمانهم، فاقترب منهم قدر المستطاع. ردة فعل الطفل جعلتني أقشعر. هبطت الطائرة في مطارها، وعندما نزل الطيار نظر إلى الأطفال وغمزهم بعينه، فشعروا بالثقة والتفاؤل. أريد أن أوصل لكم درسين أعزائي من هذا الفيديو. أولاً، ابقى متفائلاً ولا تتشائم. الثاني، الأطفال قد يسعدهم أي شيء حتى لو كان صغيراً، فاحرص على سعادتهم. دمتم بود أعزائي. كان معكم محمد من قناة هل تعلم، القناة التي تحبكم جميعاً وتعيدكم بأنه سيكون هناك مفاجأة لكل متابع للقناة. انتظرونا قريباً.